السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. رايحين نحلو ونشرحو مع بعض نموذج اختبارات الفصل الأول لسنة أولى متوسط. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح نتاعو والحلول يفيدكم وتستفادوا. ما عليكم غير تتبعوا معايا، نبداو في هذا الفيديو على بركة الله. بسم الله. هنا فقط نطلب منكم أنكم تضغطوا على أعجبني لي جام اوكي ولا اي لايك هنا باش الفيديو تطلع ويستفاد منها اكبر عدد ممكن. هذا واش نطلب منكم وربي يوفقكم ان شاء الله. اذا هنايا عندنا دائما النص، نقراو النص مع بعض. هاي ماي نيم از جو، ام 10 ييرز اولد، اي ليف ان كاليفورنيا ان ذا يو اس. مرحبا، اسمي جو، عمري 10 سنوات، أسكن في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. I am a school boy. School boy معناتها pupil، تلميذ. Okay. This is a photo of my beloved family. هذه صورة لعائلتي المحبوبة. My grandfather is Alberto. He is a taxi driver. جدو اسمه ألبرتو وهو سائق تاكسي. He is 62 years old. عمره 62 سنة. Susan is my grandmother. Susan هي جدته. She is 60 years old. She is retired. في عمرها 60 سنة. She is retired معناتها متقاعدة، خرجت على لا روتريت. My father is Mario. He is a doctor in a big hospital. باباه اسمه ماريو وهو طبيب في مستشفى كبير. He is 42، في عمره 42 سنة. My mother Lily is 40. She is a teacher of English. يمه اسمها ليلي، في عمرها 40 سنة وهي أستاذة لغة إنجليزية. My sisters are called Leah and Joanna. عنده زوج خياته بنات، واحدة اسمها ليه وواحدة اسمها جوانا. They are 12 and 6 years old. واحدة في عمرها 12 وواحدة 6 سنين. Puppy is my dog. I love it so much. Puppy هو الكلب نتاعو ويحبوه بزاف. What about you? ماذا عنك أنت؟ إذن جو عرفنا على نفسه وعلى عائلته مما تتكون، وعلى جده وجداته وباباه ويماه وخاوته والحيوان الأليف نتاعه اللي مربيه، وفي الأخير قال لك What about you؟ ماذا عنك أنت؟ إذن هنا دائما النص أقراوه على الأقل مرتين باش تكون عندكم فكرة حول ما يدور عليه الموضوع، باش تقدروا تجاوبوا على الأسئلة الخاصة بالreading comprehension وهي أسئلة قراءة النص، والعلامة دائما تكون عليها ما بين 7 نقاط 8 نقاط والإجابة تكون أمامكم في النص. إذن أقراوا النص مليح ونشوفوا الأسئلة الآن مع بعض. شوفوا معايا التمرين الأول activity 1. Read the text، أقرأ النص، and answer by true، صحيح or false، خطأ. أقرأ النص وجاوب على الأسئلة التالية وشوف الجمل التالية هل هي صحيحة اكتب أمامها true واللي خطأ دير أمامها false. The text is about Joe's friends. النص يدور حول أصدقاء جو. There are 7 members in Joe's family. عائلة جو تحتوي على 7 أفراد. حسبوهم وشوفوهم شحال يخرجوا. Joe's father works in a hospital. بابا جو يخدم في المستشفى. هل هي صحيح أم خطأ؟ ركزوا مليح. شوفوا التمرين الثاني، رايحين تعمروا هذا الجدول بعد ما تقراوا النص. عدنا family members اللي هما أفراد العائلة، عدنا grandpa الجد، grandma الجدة، father الأب، mother الأم، و sisters الأخوات. عدنا هنا name، كل فرد من أفراد العائلة ديروا له الاسم نتاعو. عدنا grandpa هو ألبرتو، mother هي ليلي، sisters اللي هي ليا and جوانا. يخصنا الاسم نتاع grandma و father. عدنا العمر تاع grandpa مكانش، grandma عمرها 60، father 42، mother هنا نديرو لها العمر نتاعها والعمر نتاع sisters اللي هي ليا and جوانا.
عندنا job اللي هو العمل أو الوظيفة. grandpa هو a taxi driver. grandma و father و mother ديروا لهم وش يخدموا، استخرجوهم من النص، الجدول يتعمر من النص. activity 3 find in the text synonyms of the following words. رايح تلقى شرح هذه الزوج كلمات في النص. كلمة pupil القالها المفردة نتاعها، وكلمة named القالها المفردة نتاعها من النص. ركزوا مليح في هذا التمرينين، عمروا الجدول بشوية وحوسوا على المفردات أيضا بشوية. نروحوا الآن للجزء الخاص بالقواعد Mastery of Language. عندنا Activity 1 Choose the right answer، رايح تخير الإجابة الصحيحة لما بين قوسين. عندنا خيارين، خير الخيار الصحيح. My father is a electrician ولا an electrician. My mother is a teacher ولا is an teacher. This is my cousin. He name is Sammy ولا his name is Sammy. Mrs. Sarah is my teacher. He works at school ولا she works at school. This is my brother. What is his job ولا what is her job? He is a doctor ولا he is a doctor. خير الإجابة الصحيحة من الخيار الصحيح. Activity 2 النشاط الثاني أو التمرين الثاني، رايحين تربطوا أسماء match names of jobs with their places. تربط كل وظيفة مع المكان نتاع العمل نتاعو، كل واحد وظيفة وين يخدم هذاك العامل، نوع الوظيفة إلى أي مكان تنتمي. عدنا مجموعة من الأماكن ومجموعة من الأعمال أو المهن. عدنا nurse, fireman, pilot, teacher, farmer و architect. عدنا أماكن العمل school, office, hospital, fire station, airport و farm. تربط كل مهنة بالمكان نتاع المهنة هذيك اللي والمها. هنا رايحين تربطوا بأسهم فقط. نشوفوا التمرين الموالي activity 3 put the words in the right bubble. عندنا اربع كلمات رايحين تصنفوهم في الخانة المناسبة على حسب النطق نتاعهم. عندنا مثل I nine و I مثل name. عندكم أربع كلمات راهم أمامكم، صنفوهم على حسب النطق الصحيح انتحهم لأي مجموعة تنتمي الكلمات. نروحوا نشوفوا الآن الوضعية الإدماجية اللي هي Situation of Integration. I answer to Joe، رايحين نجاوبوا جو على وش سقسانا. سقسانا قلنا how about you، معناتها حاب يعرف علينا ولا عائلتنا. رايح تكتب الفقرة اللي راهي أمامك، تعمر فقط الفراغات وتجاوب على الأسئلة. I introduce myself، تعرف بنفسك، name, age, city, country و school. I speak about my family members، تحكي على أفراد العائلة نتاعك. I give their names، تمد الأسماء نتاعهم. Ages، العمر نتاعهم. And jobs، وش يخدموا. I use capital letters and punctuation where necessary. تستعمل capital letter اللي هو الحرف نكتبوه كبير وقتاش نكتبوه كبير، وتدير punctuation اللي هي النقطة والفاصلة وغيرها، هذه تحترمهم في أثناء كتابة الوضعية الإدماجية. عدنا Hi Joe, my name is I am years old. I live in I'm a pupil. My father is, he is years old. My mother is، وتذكر العمر نتاعها وش تخدم. هذا مكان، هذه هي الفقرة اللي رايحين تعمروها باش نجاوبوا جو. الأجوبة راح تكون بمعلومات خاصة بكم أنتم. إذا الآن ما عليكم غير توقفوا الفيديو، تحاولوا وحدكم في ورقة مسودة، ثم تقارنوا الإجابة نتاعكم بالإجابة الموجودة في هذا الفيديو. تابعوا معايا للأخير نشوفوا الإجابة، ولكن قبل حاولوا وحدكم باش تشوفوا هكذا شحال راح تدوا العلامة نتاعكم. تابعوا معايا للأخير. إذا عدنا الإجابة كانت false, true and true، خطأ صحيح وصحيح. ثم الجدول عمرناه، الاسم نتاع grandma هو سوزن،
والعمل نتاعها she is retired. عندنا ألبرتو اللي هو جرانبا عمره 62 سنة. عندنا داد الأب اللي هو ماريو العمل نتاعو هو دكتور. مام عمرها 40 وهي تيتشر. وسيسترز في عمرهم 12 و6 سنوات. ثم هنا نشرح كلمة pupil اللي هي school boy والnamed synonym تاعها هو cold. Activity 1 في القواعد عدنا My father is an electrician. My mother is a teacher. This is my cousin. His name is Sammy. Mrs. Sarah is my teacher. She works at school. Who is that? He is my uncle. And what is his job? He is a doctor. الاكتيفيتي الموالي هنا يا توما هنا اربطوا انا لونت لكم كل خدمه مع المكان انتها. اذا عندنا اللون الازرق نيرس مع اللون الازرق في الهوسبيتال اللي هي الممرضه تعمل في المستشفى. فايرمان في الفاير ستيشن محطه الاطفاء. بايلوت اللي هو الطيار يعمل في الايروبورت اللي هو المطار. فارمر اللي هو المزارع يعمل في الفارم اللي هي المزرعه. واركيتكت اللي هو المهندس المعماري يعمل في الاوفيس المكتب. وتيتشر اللي هي الاستاذه تعمل في المدرسه اللي هي سكول. هنا كل لون في الجوبز معاه اللون نتاعو في البليسز. انتم هنا اربطوا باسهم. نشوفوا التمرين الموالي. عدنا هاي and my in I. عدنا say و they in A. نشوفوا الآن الوضعية الإدماجية. Hi Joe, my name is Ahmed. I am 11 years old. هنا كل واحد يدير المعلومات الخاصة به هو. أوكي؟ معلوماتك أنت. I live in Blida, comma, Algeria. I am a pupil at بن مهيدي middle school. كل ما تكمل جملة تحط full stop اللي هي نقطة. My father is هنا رايح تذكر العمل انت باباك. اوكي وش يخدم باباك. My father is a teacher. He is 55 years old. My mother is a doctor. She is 52 years old. إذن هذا هو الموضوع مع الحل نتاعو والشرح. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو تفيدكم وتستفادوا. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه وبقوا على خير.